ينطلق البادي، فرصة الهدف، فرصة الهدف، يوسف يصدر، هدف يوسف ريبو كان معبد البديل. شوف اللمسة، شوف شوف التمريرة بالباها، وشوف التسديدة السريعة في الشباك الجديدية. 1-0 الفيس في المباراة النهائية، وفي انتظار الطرف الثاني بين بركان والمغرب. إذن وليد الركراكي في أول تجربة على مستوى الدوري المغربي يتأهل المباراة النهائية لكأس العرش. هذه كرة وتسديدة، هدف تنفيذ من دياكيتي، والمتابعة في الكرة الثانية. زكريا حدريف مرت على الجميع لتستقر في شباك مرمى عصام بيت. هذه الإعادة مجددا.